لا ده الإبداع عندي أنا. ورا أنا اللي حصلتك. نظرة كيف صايب الفطور. شوفوا شوفوا أنا راه خرجت جبت النور هان. شوف خليها. بقى ديت أتاي. صباح الخير، صباح النور البنات، صباح التيسير، صباح الرزق الكثير، صباح الطاقة الإيجابية. المهم حنا غادي نمشيو نادى مبرزطاني على جوطية شارع طاليان سوق السبت. اليوم السوق يمكن شحال هذا ما مشينا ليه. انا تا انا ويتا هاي كان بابا انا ويتا وفين السلام هضري سلام. فاش كان راجلي الله يرحمه نتلف ليا صاب نفسه في شارع الطاليان. منين تمشي و 6 ديال الصباح؟ ولكن راه واحد العيب باش بخونغوج ما شريتهاش ليا كنت صغيره بكيت عليها. وعرفت العيب والله جديده في شارع الطاليان جديده بمين كتشوف كان ديك الساعه شارع الطاليان بقيمس ودرك راه ما بقاش كيف ما كان في راسك. اشو كان عندنا شارع الطاليان البنات تقريبا اكبر سوق عندكم هو وديال البروج. لا هو وديال حتى ديال كاين ديال اللويزيه. لا ديال اللويزيه وكاين ديال البروج هادو ثلاثه ولينا كان شارع. لا هادو في المغرب كامل ديال صحاب برا. ولكن ديال سوق السبت كان كبير بزاف يعني وفي اي حاجه بغيتو. دابا ما بقاش دابا ما بقاش كيف ما كان. واحد الصندوقه تايد الماكياج بغات ناري تيرا في صغري عدبتيني تديني نتعذب تنشوف هذاك الشيء تقول لي لا انت دابا يلاه نعدك تقول لي وليش تقول لي يلاه تنرجع تنعرف هذاك الشيء نرجع ما بقاش نرجع. المهم البنات احنا دابا غادي نشدو الطريق ان شاء الله ونمشيو. انا دابا بغات شي حويجات نشوفوا شنو غادي واش غنلقاو شي حاجه ولا لا. شفتي تقول حوايج تاع البال وين نمشيو ونمشيو نشوفوا. وراك تنشري يوم ليك باش كبرنا على هاد كل الناس. لا ولكن ملي ما زباب بقيتي تسر ليا داكشي. يا الله يخلف على المتتبعات كانوا كيصيفطوا لك الحوايج سميتو وليت انا كنشري لكم. كانوا عندكم الحوايج دابا ملي تسالوا خصني نمشي نشري. ولكن الحوايج دغيا تيصغروا عليا بحال ها بغيت نورها. لا نورها نعد نورها انا عندها ما غنشريش لها. انتم البنات ها البدايه ديال سوق السبت ديال السوق. هنايا مع الدخله طريق فقيه بن صالح كاين الرحبه ديال الخضره وديال المهم هنا الرحبه ديال الغنام وداكشي. هادي ديال الجمله هادي بحال دابا الخضاره اللي لداخل سميتو كيجيو كياخذوا الصناد من هنايا وكيدخلوها. كانت الهيد الجهه الاخرى ولاو حولوها يعني مده هادي حولوها من هنايا. صافي حنا دابا غادي داخلين لسوق السبت وغيبان لكم السوق. نتوما حنا وصلنا للجوطية ها هاي خليتي نكون حداك. لا خفتي على التليفون متخافيش. ايوا قلبي تشوفي. شوف ها هو البنات ها الجوطية شوف الناس كيتقدام. هاديك قميجة وفوق منها هاديك اللعيبة. واو داير نادى نادى إيه الجهة الأخرى البنات تنتقطع. شوف لقيت لقيت نادى معرّم عليا هنايا كحزتي كحزانة. دابا حنايا وصلنا للدار. دابا غادي نوري لكم أشنو جبنا من شارع طالين. أشعلي الضوء نادى أش أختي ديري ليا كويمين ديري ليا. كنتو بزاف ديال البنات اللي كتسولوا ديك المره على هكا الاضاءه. ديري شويه ديال الكمون على اللحم مشوي في الكوكوط. ديري طيب هنا زيدي فيه شويه. لا باقي ما عندناش البوطه دير. وديري شويه المليحه الهريسه ما عرفت فين مضره هذاك ماشي المحل اللي فيه. صافي ديري هذيك. لا هذاك الثلج زيدي صافي. وشوفي هاد العشوب اللي عطاتنا خالتك فاطمه نديروهم هادو فين اوريغانو هادو من العشوب. اديري هاد العشوب ديال اللحام وديال كان جايبها من بنت خالتي من الصبليون وعطاتني منهم. المهم صافي وغادي ندير شويه ديال الماء البنات لا زيت لا زبده لا حتى شي حاجه. وغادي نشعل البوطه
غادي ندير غير شويه ديال الماء، غادي نشعل البوطه حتى تيطيب اللحم، كيتحيد الماء البنات المقدار اللي غادي يطيب ليا اللحم. يعني كاين اللي غيدير عافيه مهيله وما غيديرش الماء، هاد الثلج سميتو غادي يطلق الماء. انا حين الزربانه جيت جيعانه، غادي ندير شويه ديال الماء وغادي نشعل عليها البوطه شويه مجهده باش طيب، وندوز نوري لكم شنو جبنا من شارع الطاليه. راه تلقات لنا نورهان في الطريق. والله الا عرفتي قفرنا مع نوران، طلعت فقعانه وتتبكي. راه شحال ضربت معاها البارح نوران، يلا تمشي معنا شارع الطالير غدا. قالت لك لا ما نمشيش، خير لي ديري فيا اللي خليني انا عسى وجدي ليا فطوري وصافي سير، انا ما بغيتش ما ديناهاش، ما جبت لها حتى شي حاجه لان هذه اختارت بوحدها هي، غنجيب لها شي حاجه ما غاديش تعجبهاش هذه. وريني الا جات لك شي حاجه وما عجباتكش. وين قالت لك مزحمش الكساوي؟ وا كاين العكس كساوي، المره الجايه نديك انت اختي واختاري راسك داكشي اللي بغيتي. وراه عندك زعما زعما قليل داكشي اللي يقتل. صافي نورهان، واش اخويتي اجا كويتي اجي وكويتي حيت المساقط وكويتي وكويت حد قالت لي بعد مني. المهم نوري لكم البنات كي لا جيتي تتوري لي الدقه الاولى. هاي اللي قالت لي نشوفك ساوي، شفت سميت السروانه في البيجامه اللي تقول لي علاش هذا تيبيعو بحالو. لا لا انا لبست من فوق من الشبكه صافي، بدات تتقلب عليا حيت هي اصلا هي بدات باش تلبس الكساوي، تتقول لا باغا على الشورطات والتريكويات والشورطات وسميتو ما يمكنش نجيب لها انا شي حاجه خاصها تقيسها. انتي ما فهمتش انا داخله في هذه الكسيوه هذه، دابا حيت ما عندهاش الكسيوه ديال الصيف هذه ديال لا سميطه في السميطه كيف ما كانت. هادو 260 كاين 260 كاين 400 و 400 واحد و 300 لا لا عندي لا 300 وديوكتي 300 300 وحده اللي 600 وهادو 160 ريال 8 دراهم البنات 8 دراهم وحده يمكن 5 دراهم. واش تقديتو ليكم هادشي كون تقدي شي محل كبير احسبوا لي فلوس مزيان ابقى نسلك مع السبت شارع الطاليه. قوليلي هادشي دابا ديال الصيف خاصك تديو المدرسه، خاصك تريكويات، خاصك ماشي هادو هادو دابا راه حيت قلتي ما عنديش. عرفتك شفتي مني حتى شاد الشي رخيص ما كنتش نعسوا كي كتقول لي لا تصل دخل شفت داكشي دابا تو انت دابا فهمتي. المهم هاد الكسيوة البنات هادي زوينة مرة جاية صاحبي مرة جاية
تلبسو بجاتي بحال الحال. لا ورا تتقلب عليها شخصية حويج. هذاك هذاك الصاير الصاير فين هي؟ ثلاثة صافي ملمحنا تريكواد. شكون اللي قال لك اصلا لبسي السروال ديالي؟ صافي خدي لقيت في الشبكة السروال ديالي كان عن عن صور. الله يرحم لك على والديك. كملوا تفاهموا كملوا وتواجهوا. واخا ما عرفت كاع ما غاديك صاين شاد تريكول بنات. لا انا صافي سكتو وصافي عن عن صور. لا 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 عطيتي سيوا. ايوا هذا ما عطيتوش لك ديال البحر او الكروفيت هذا صغيور. اش من ديال البحر ديال عيد ميلاد؟ ديال عيد ميلاد قلت لك انا اختي وانت هذيك ديال شي عيد ميلاد شي عيد شي حاجه شي عيد ميلاد شي حاجه. المهم هي اختارت ديال عيد ميلاد صنع 160 وصنع داك الشيء راه كنشري. واو ماما ديال جيني بلاك بينك مفرحة. خزنتو عليا عرفتي تمشي وعاد نكمل التصويرة اللي جاية. ماما بغيتو. صافي صافي خلينا 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 عاد نصور جيني بلاك بينك. كسوال البنات خايبة عجبتني. واو واو قلت لي ما عجبتنيش هادي ماما هي جاتني واعر ياك. واو زوينه هذا الشكل من هذا دوني فلبيت فخليني صور داروا لي حاله الروباله هذيك سوات هي جدا الشيء اللي كانت تلبس ماهم اللي كانت صغيره بعد الصور مع طاطا حنان. ايوا كانت هذه بالفرافر وبالورد وداك الشيء. عرفتي ماما حط الصبيبات عندك ملي كنتي صغيره يا سندريلا ما خليتيش ليا هذا دابا ديال ديال نادا مهم كاين ديال مهم اختي سموحات. الله نوض 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 راه عندك مالوك عديش قوي ميجان بنات شفتها خايبة اللون زوين بالعكس تمام ما انا حنايا تنتخيلوا داكشي اللي تنلقاو راه هادي يمكن بخمسة دراهم ولا هي ثمانية ثمانية دراهم ما عرفتش ثمانية دراهم هادي نقولوا زوينة عندك زلة بحالها هادو واخا حطي هادو البنات هما اللي خارجين دابا فراسك خارجة هادشي البياض اللي فيه طرزة وفيه هما بيضين البيض خارج دابا الصيف بزاف خارج لا مود خاصهم شي صغيره بالماء سخون قميجه 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 هادي عرفتي هادي تجي زوين ولا معايا صراحه كاع عادو زوينين هادي تاهي قميجه تلبس هادي تحسن لي فيست وسميتو المهم تيجيو زوينين كاع تيجيو زوينين لبس الطمر خاتم. انا الصراحة البنات غير انا دا اللي بقات عليا لان تقولوا لها البنات راه كاينين الحوايج في الجوطية قلت لها قلت لها شوفي راه كانوا زمان تيكونوا الحويجات زوينين سميتو مشيت جات لي القميجة ديال النخل واو واحد الوحدة ندير فيها النخلة ديال الدراري لصقت عليها قالت لك بحال هادي عند صاحبتي ويلي كنت باك تجوع لله راه ديال الدراري مع ماما واش تيمشي تمشي تسري تريكويت اوفر سايز الدراري لا والله الا كان هذا ديال البنات هذا ماما وانت صاحبي القميصه المشجره ديال هاو ديال ما فين نخل ولا ما عرفتش شنو زوينه هذه كنت باك مالك ما جبتي واخا ومالك ما هزيتي ما لقيتش طاي قدك يوم صافي هنينا ما لقيتش طاي قدك هنينا يوم تبقاش عيبي فيها زوينه كون لقيت طاي قدك ما جبتيهاش كتعجبني كنهزها نقول لها نادا بنتي هادي كتقول لا ماشي الستيل ديالي كون جبت المراه نفس الموضوع
مشكل غتقول لك لا دابا هي والله العظيم البنات انا شنو درت لصقت على هادشي ديال الكساوي وسميتو خليت عند داك مول الكساوي ومشيت انا للجا اخرى في هادشي ديال العيالات وسميتو خليتها هيايا ملي تنزل حاجه كتقول لك لا ماشي ستيف ديالي وانا نمشي للجا اخرى وخليتها تا اختارت على خاطرها ومشيت خلصت ليها وزيت انا هادو ديالي اختي ديال 8 دراهم وجيت ولا خاصكوني فريتش انا كنت غتكوني دابا خاصك تكوني انت يا انا بحال هذيك الصايم واحد الفرقه موسيقيه بلاش كنجبعهم عندهم حصه يبغيش بحالنا المره الجايه غندي وانت بحال هذاك الشهر صافي المره الجايه تمشي معايا المره الجايه تمشي معايا تختاري ورا سول عليك خالك صافي قلت لها نوراي ما جات هنا اللي راه بقات ناعسه حنا البنات راه فاش كملنا مشاريع الطاليان مشينا عندنا ولد اختي شفنا ام عيشة وشفنا صالح خويا جا من ناظور شفناهم في الحق ما جلسناش بزاف ماداش دات فينا ناول باش نتغداو وانا كاينين ارباب ام عيشة وسميتو كاينين عندهم الناس ناول مصايبه الغدا سميتو كيما لا لا غير خلينا انا حتى لان ما جبتش معايا نوران قلت لهم راه جيت على حساب شارع طاليا نشوف صالح خويا فين ونشوف ام عيشة ورجع دابا هو يا الحال شي طاق الغيطر غنوري لكم كيفاش كيجي راه كيجي لذيذ بزاف البنات وتيجي ساهل ماهل على الحق دير ليه هكا وعا هو يا انا عبد الله سبحانه وتعالى اللي ضربني اللحم عاوتاني ولا تخرج ليا تولدي فراسكم والله ما ضايق اللحم ديالي ديال العيد من النهار داك النهار ديالك داك ديال العيد من داك النهار درت سميتو درت البرده وضربني الحال ما بقيتش كليتو صافي هكا عطيتو والمهم وطيبت الناس اللي جاو عندي وسميتو صافي اليوم جي ضربني الجوع حادفة تندوق من واحد شويه ونشرب الكينه ضروري الكورتيزون سميتو ديال الحساسيه باش ما يموتش عليا ما نتسناش حتى تنوض نطبق الكينه وناكل جوج البنات عرفتوا شنو انا مشيت كنصور بقيت شاده التليفون ونسيتو ورا تحمر النيت تحمر وتكار من كاع دابا اللون ديال الاضاءه حيت الصوت ندى نورهان الصوره تحمر النيت وشويه تحرق من التحت ولكن نتوما ردوا معايا البال انا خليته ماشي غنشف حيت ما كنتش دايره فيه الماء بزاف صافي قلت غادي نجهد البوطه جهدت البوطه اما نتوما ديروا على عافيه مهيله المهم هذا راه ساهل مهل البنات ديروه مع شي خضيره ولا شي شليضه ولا شي حاجه الا جاو عندكم الضيافين ولا هذه راه كتبقى واحد الطريقه اللي ساهله بزاف ساهله مهله وطريقه زوينه المهم انا راه ندير واحد المليحه وكمون باش نقرد قريضات ديال البطيخ ونجلس نتغدى مع راساتي انا ونورهان الا بغات ومن بعد نشرب الدواء كيف ما قلت لكم باش هكذا ما تنوضش عليا الحساسيه لحقاش والله البنات اللي غادي نتشان على اللحم عرفتوا راه كنشوف شي حد كيشوي ولا كنشم الريحه ولا عرفتوا كتنتشها وفي الاخر تنصيب انا ما نقدرش الا كليت اللحم يضرني ولا شي حاجه وكنتسوخر اليوم قلت ولا بد خصني ناكلو هو المهم نمشي نحطو دابا ناكل ويدير الله خلاص عرفتي الدريات تيلعبوا بيناتهم شوف الحوايج كيبقى الدريات كيلعبوا بيناتهم وانت نقول لهم طلعوا من فوق عنديش راسي بالك كبرت عليها عنديش راسي بالك مع وسيري جيبي لي التسبيح ماما البون ساكن سانك خو سير 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 دير عندنا اش تقولي البون سانك خو سانك خو سير دي معاك هاد الكاس ها هاي طيحت هاد الساك دي دير الكاس اي ويز يو اي وونت سير سير بمشاغي ضرتني عيني والله تضرتني عيني اكلوا عرقوها تعشاو صافي لا ماما عادي تجلس لي درتي لينا الزويت تنزلق سير طلع سير طلع بحال سيري جيبي لي خلاص التسبيح يلا وفرشوا الفوق جفوا السطح كامل هيا ما تجفوش على البلاصه فين بغينا نعسوا جفوا كامل عاجبوا جفوا الليله هذا وما كاينش حتى ثاني كرمونت محرقه جريت
دير غير الماء. هو على الماء شان البنات والله العظيم. ماما شوفي غنصبك تصبح مع روحي. لا نقولك الله يرضي باش ندعي معاك نكون نسبح ندعي معاك البنات ندعيش معاك اختي لا لا تتي تتي سير بحالك يا بس طاهر البنات واحد الحاجه بغيت نقول لكم في هاد يعني في هاد الايام المباركه هذه ايام ديال العواشر يعني الناس اللي كيسبحوا بحال ما هكا اوكي يعني الناس اللي كيسبحوا اللي كيصليوا اللي كيدعوا سميتها الصلاه الابراهيميه يعني كتعتبر مزيانه بزاف من قضاء الحوائج تبقى قبليه ها الله يرضي عليك شتي لا سير اختي انت جات خالص الزهره ياك ما عرفتش لقيتو في واحد الميكرو غور انت جايب خالص الزهره من شافتو من العمره نسبح بيه دابا البنات بغيت نقول لكم الصلاه الابراهيميه البنات زوينه بزاف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد هذه البنات كنلقاها بزاف يعني فاش كندخل بحال ما هكا كنبقى نقلب ونبحث وسميتو ماشي غادي الدنيا بوحدها راه الدنيا والاخره البنات شي حوايج ما كنبينوهمش لكم بزاف المهم البنات فاش كندخل كنقرا يعني كندخل كنقلب وكنشوف كنلقى بان يعني الاغلبيه كيجمعوا بان الصلاه الابراهيميه يعني كتحقق الامنيات الصلاه الابراهيميه فاش كنديروها كندعوا ربي ان شاء الله يستجب لنا الدعاء ديالنا البنات المهم انا غادي نعتقل بعدا كي نشري الجحره في الصباح كنشقى سميتو هذا الخبز درت فيه البيض وراه البيض ناكلو وعاد نبدا نسبح البنات ونشوف هاد المشاغبات بيد ما طلعوا الفوق جفوا السطح وسميتو وفرشوا عاد نطلع غنصيب في التعاليق تقولوا لي صباح انتيا يا ماما مغطيه شعرك ولا شنو كتقراي ولا فالايمان البنات كل واحد انا راه غير حيت حل الفيديو علاش كنقول لكم ان اما مازال غادي نوض نلبس العبايه ديالي وندير الكولار ديالي ونسبح يعني بحالو بحال الصلاه كتكون على طهاره وكتسبحي من بعد الصلاه ديالك اولا المهم البنات كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم المشاغبات مخلاونيش نسمي التصوير بخاطري تهلاو ليا فراسكم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم.